برنامج مهاراتي هو عبارة عن برنامج تدريبي للخريجين المواطنين الجدد اللي يبون يبدون وظيفة بس ما عندهم خبرة، لازم يحصلون خبرتهم من مكان صح؟ فبرنامج مهاراتي يعطيهم فرصة عشان يثبتون نفسهم. طبعاً بعد تخرجي من الجامعة كنت ماكل هم وين ممكن أتوظف وألاقي فرصتي، إلى أن وجدت برنامج مهاراتي انضميت لهم وكسبت العديد من المهارات والخبرات. قررت أدخل برنامج مهاراتي لأن في كل مرة أدخل ياس آيلند وأشوف شعار ميرال أقول أنا أبا هاي الشركة، أنا أبا أتدرب في هاي الشركة أتوظف هناك. يوم سمعت كيف بيئة العمل حلوة ويعني كيف نظامهم وشي جربت دخلت. مدة البرنامج 24 شهر. أنا أصلاً كل مرة أقدم على وظيفة يطلبون خبرة سنتين، خبرة 3 سنين، وصعب يعني إحنا تونا متخرجين. فيوم سمعت عن هذا البروجرام استوعبت إن هاي سنتين عقد، بعد هالسنتين وين ما أقدم إن شاء الله أقدم ميرال مرة ثانية، وين ما أقدم بيكون عندي هالإكسبيرينس سنتين أحطها في السيدي. شركة ميرال شركة تدعم المواطنين، تدعم الخريجين المواطنين بشكل كبير، لأنها عطتني فرصة وعطت اللي وياي الخريجين فرصة نحن نثبت أعمارنا. أنا عارف إن فترة ما بعد التخرج تخوف والبحث عن الوظيفة في هالزمن شيء صعب، عشان شيء وجود برنامج نفس مهاراتي شيء ممتاز، وأنا أنصح أي شخص مهتم إنه يقدم. والله وين يحصلون مكتب عندهم لقو علشان تفرغون فيه طاقة سلبية؟ وين يحصلون؟ على فكرة يالسا أبني مشروعنا الجديد، ترقبوا.